مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية. رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الأساسية والمكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض. مصر ترحب باعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو. أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري القادم. وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظ للاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وأشار مدبولي إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم والعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية وخاصة زيت الطعام ولبن البودرة وغير ذلك من السلع. ولفت مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية وتوفير المكون الدولاري لها، مؤكدا استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم مع لؤي الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر. وأكد مدبولي متانة العلاقات المصرية الكويتية والحرص الشديد على دعم الاستثمارات الكويتية في مصر ومختلف الاستثمارات الخارجية. كما أكد رئيس الوزراء الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة والعمل على تذليل أي عقبات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 من فبراير الجاري وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين. وأكد الوزير أن هذا يأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030 وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان وتعزيز دور التنسيق التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته 44 التي عقدت بإديس أبابا يوم 14 و15 من فبراير الجاري اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو. واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعما هاما للترشيح المصري لسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجماعة الدول العربية العام الماضي.